الهدف من الوقفه ديت الحريه لاخواتنا المعتقلين في السجون حتى الان. برضو هنكرر ونعيد ونقول ان احنا عملنا ثوره عشان خواتم حريه الراي والتعبير. بالعكس احنا لقينا دلوقتي ان معتقلين الراي اي حد بيقول راي ضد النظام الموجود زي طنطاوي وزي مرسي وزي الموجود دلوقتي اللي هو فتح السيسي اللي هو المثل الاكبر بتاعهم بيدخل السجون. ايه التهمه ما نعرفش. احنا النهارده عاملين سلسله بشريه في اطار الفعاليات المطالبه بالافراج عن كافه المعتقلين السياسيين في مصر. بنقول ان الاغلبيه العظمى من المعتقلين من بعد 25 يناير لحد دلوقتي هم لا ينتموا الى السياسيه في مصر. بتحلم بعيش وحريه وعداله اجتماعيه. يعني كان تخيلهم وحلمهم ان ثوره 25 يناير وما تلاها من ثورات من موجات ثوريه هتحقق لها ده. ولكن مع مرور 3 سنين بالثوره المصريه وجدنا كتير قوي من الشباب المصري داخل السجون المصريه عشان اختاروا عشان بيطالب باستمرار الثوره. يعني الحقيقه بعد الحكم بتاع النهارده الصبح نعم ما بقاش قضاء اساسا يعني ما بقاش قضاء بجد يعني ما بقاش قضاء بجد ملوش اي صله. اذا كان عايز يرجع يبقى له صله بالقضاء لابد ان هيئات قضائيه زي مجلس القضاء الاعلى تتصرف بحيث تزيح القضاه بتوع محكمه الجنايات اللي هم اصدروا الحكم بتاع النهارده الصبح ده عن المنصه حولهم للصلاحيه يعني يروحوا يعني ياخدوا معاش ياخدوا اجازه مرضيه عشان عندهم مرض عقلي يعملوا اللي هم عايزينه في نفسهم بس يعني يبعدوا عن الناس. رأيي انه القضاء في حالة سعال وانه في حالة توحش وانتقام من القضاء ملهاش بس علاقة بانه القضاء بقى مسيس لكن ليه علاقة بانه القضاء بشكل شخصي بقوا عايزين ينتقموا من الناس ينتقموا من الشباب وانه مؤسسات الدولة كلها سواء قضاء او داخلية او نيابة في حرب كاملة على الشباب في حرب ان هم يكسروا جيل الشباب ده. القضاء بيبقى قدامهم ادلة تبين جدا انه ده قبض عشوائي وبيدوا احكام بالسجن. الحكم بتاع الاعدام النهاردة يعني شيء مرعب وحكم يعني هيسوي التاريخ القضاء المصري مش بس على مستوى مصر لكن في العالم كله. انا ما اعرفش يعني ايه قاضي يعرف يحكم على 500 وحاجه بني ادم في يومين بالاعدام من ويمنع محامينهم المرافعات ويمنع المتهمين نفسهم من حضور جلسه النطق بالحكم في يومين يحكم بالاعدام ده ويعرف يروح بيته ويجيب مكانه.